بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معك عبد الرحمن طلبة أستاذ تاريخ وجغرافيا. حبايبي تالتة إعدادي، النهاردة بإذن الله تعالى هنكمل بقى مع بعض الدرس الرابع في التاريخ، وهو مصر والصراع العربي الإسرائيلي وإزاي مصر هتحل الصراع ما بينها وبين إسرائيل. يلا بينا. آخر جزئية خدناها في الفيديو اللي قبل كده كان بتتكلم عن الدروس المستفادة بالنسبة لحرب أكتوبر، كان إن منطق القوة لا يمنح سلما، يعني مش معنى إن أنت دولة قوية وعندك عتاد وعندك إمكانيات عالية يبقى أنت تفرض عليا إن أنا أكون تحت طوعك وإن أنا أسمع كلامك. فبالتالي الحرب أثبتت إن منطق القوة لا يمنح سلما. تاني إثبات إن الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، طبعا كان إسرائيل قالت بتقول عن نفسها إن هي مفيش حد زيها ومفيش دولة تقدر عليها، طبعا احنا يعني الغينا النظرية ديت. كان تالت برضو درس مستفاد انتهاء وهدم او تقويض العقيدة القتالية، طبعا هما كان بيقول عن نفسهم ان هما احسن طيران واحسن جهاز مخابرات، طبعا كل ده انتهى. طبعا استفادة عندك انتهاء نظرية الامن الاسرائيلي لما حطمنا خط بارليف وخط ألون. خامس درس عندك وهي انتهاء اللاسلم ولا حرب. طبعا اللاسلم ولا حرب احنا كنا عاملين زي حرفيا عارف اللي هو ايه، احنا ولا في حاله سلام ولا في حاله حرب، انت مش عارف يعني الفتره اللي ما بين 67 لغايه 73 انت مش عارف هل انت بتحارب ولا انت في حاله سلام. سادس استفاده عندك اللي هو اهميه استخدام سلاح النفط. طبعا النفط اللي هو البترول، طبعا زمان عارفين لما كانوا اجتمعوا في الكويت وزراء اللي هو البترول وعلى ضوءه قللوا انتاج البترول ثم حظروا انتاجه للولايات المتحده الامريكيه. اخر بقى جزئيه وهي متعلقه بالدرس بتاع النهارده اللي هو ان الحرب دي اثرت في العلاقات بين الدول اللي بتحب السلام بعلاقتها باسرائيل في اسيا وفي افريقيا واوروبا. وعلى ضوء الدروس ديت مصر هتبدا ان هي تبادر هي بالسلام وتطلب بالسلام وهتشوف رد فعل اسرائيل. طبعا مبادره مصر بالسلام بدات سنه 1977، امتى؟ لما جه الرئيس انور السادات خد بعضه وراح زار اسرائيل سنه 1977 وهناك نادى بالسلام العادل لكل شعوب المنطقه، يعني ما ناداش بالسلام الخاص بمصر، لا ده نادى بالسلام لكل شعوب المنطقه، زائد دعا العالم كله الى مساندته الى هذا السلام، وان هو يعني خلاص بقى زهق من الحرب، طبعا زي ما انتم عارفين هي استنزاف للطاقه والموارد الموجوده داخل الدوله. طبعا اكبر دليل على ذلك حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا سيدنا محمد لما كان بيحارب قريش غزوة بدر وغزوة أحد وحارب اليهود في بني النضير ثم غزوة الخندق، طبعا الحروب دي كلها استنزفت طاقة حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لسه عامل دولة ناشئة، يعني لسه الدولة بتاعته اللي هو انشأ في المدينة كانت لسه في بدايتها. فبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم عايز ان هو يبني دولة قوية، فعشان يبني دولة قوية لا تبنى الدول اثناء الحروب والكلام ده كله، فبالتالي محتاج نوع من الاستقرار. فلما جه الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية سنة 6 هجرية بادر ورحب بالصلح، وخاصة ان الصلح ده يعني كان في بند فيه اللي هو وقف القتال لمدة 10 سنين، برغم ان في بنود تانية في الصلح كانت ضد المسلمين، الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايز حتة ال 10 سنين دول. وفعلا سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما عمل الصلح بدا ان هو ينشر الاسلام، بدات الدعوه تتحول الى العالميه، بدا يرسل الرسل بتوعه الى ملوك العالم، وهنا زاد عدد المسلمين اضعاف اضعاف عن ما كانوا قبل كده. فلذلك حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم اراد السلام. هنا برضه نفس الموضوع، السادات اراد ان هو يعني يحقق السلام نظرا ليه؟ نظرا عشان ما يستنزفش طاقه البلد. ونتج بقى عن زيارة الرئيس السادات سنة 1977 إلى إسرائيل، نتج عنها إلى مؤتمر اسمه مؤتمر كامب ديفيد سنة 1978. المؤتمر ده بدعوة من الرئيس الأمريكي كارتر، دعا كل من رئيس محمد أنور السادات اللي هو رئيس مصر زائد رئيس الوزراء بتاع إسرائيل اللي هو مناحم بيجن. ونتج عن المؤتمر ده، طبعا المؤتمر ده كان في الولايات المتحدة الأمريكية، ونتج عن هذا المؤتمر تطبيق معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل سنة 1979. طبعا معاهدة السلام سنة 79 في شهر مارس كانت بين مصر وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. المعاهدة دي ليها 8 نصوص. أول نص بيقول انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء اللي هي احتلت سنة 67. تاني نص إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل وحل الأمر بطرق سلمية. ثالث بند احترام كل طرف لسيادة واستقرار الطرف الاخر اللي هو البند اللي كان موجود في 242 اللي هو بعد حرب 67. رابع بقى بند ولسه جديد اقامة علاقات ودية بين مصر واسرائيل، والعلاقات الودية ديت سواء كانت سياسية اقتصادية وثقافية واجتماعية والكلام ده كله. خامس بقى بند اتغير عن 242، كان قرار 242 اللي هو ايه؟ اللي هو اقامة مناطق محدودة السلاح،
في 242 كانت منزوعه سلاح. لا احنا نقف بقى، جيش هنا مصري وجيش هنا اسرائيلي، الجيش ده معاه اسلحه محدوده وطبعا الجيش ده معاه برضو اسلحه محدوده. بالنسبه بند اللي هو احترام حريه الملاحه في الممرات الدوليه اللي هو زي 242. سابع بند البدء بالمفاوضات بقى هنا بقى لانشاء حكم ذاتي للفلسطينيين بس في منطقتين، في الضفه الغربيه زائد قطاع غزه. يعني الفلسطينيين هيحكموا بس المنطقتين دول حكم ذاتي، طب بقيه المنطقه طبعا لاسرائيل للاسف. اخر بقى بند هو التطبيق الكامل لقرار مجلس الامن اللي هو 242، يعني القرارات دي كلها والقرارات بتاعت 242. ونتج عن هذا الامر ان تم رفع العلم المصري في سيناء سنه 1982 في عهد الرئيس محمد حسني مبارك. بس خلي بالك خدنا سيناء كلها ما عدا طابا اللي موجوده على راس خليج العقبه، احنا خدنا سيناء كلها ما عدا طابا سنه 82 في عهد الرئيس محمد حسني مبارك. امال السادات راح فين؟ قال لك السادات في اواخر الثمانينات ماذا حدث؟ تم اغتياله، تم قتله اثناء ان هو بيحتفل بقى مع الضباط وفي الذكرى بتاعت الثانويه بتاعت حرب اكتوبر، وطبعا ساعتها كان الضباط بيحتفلوا بيه، للاسف كان في ضباط معاهم سلاح حي في الاحتفال، ساعتها قتلوا محمد انور السادات باللي كان موجودين، وطبعا وكان في ناس نجوا من الحادثه ديت اللي هي زي محمد حسني مبارك، وبعد ذلك مسك بقى حسني مبارك سنه 1981 الحكم، وبدات بقى سياسه جديده مع محمد حسني مبارك، وكان اول حاجه بقى عملها محمد حسني مبارك اللي هو تم رفع العلم المصري في سيناء سنه 82. طب احنا عايزين نرجع طابا، قال لك بقى حدث خلاف ما بين مصر واسرائيل على منطقه طابا، طب هنعمل ايه؟ ودوها الى محكمه العدل الدوليه من 82 لغايه سنه 1988، القضيه شغاله في محكمه العدل الدوليه لغايه سنه 1988 تم الحكم لصالح مصر، يعني مصر اتحكم لصالحها ان طابا مصريه وهترجع ليها 88، مصر خدتها بقى فعليا سنه 1989، يبقى خلي بالك مصر خدت سيناء كامله سنه 1989 في شهر مارس في شهر 3، وده طبعا برده كان في عهد الرئيس محمد حسني مبارك. جه بعد كده بقى هننتقل بالحدث سنة 1991 اللي هو ايه؟ مصر شاركت في مؤتمر بيسمى مؤتمر مدريد سنة 1991، المؤتمر ده كان على ضوء القرارات بتاعة مجلس الأمن اللي هو تابع الأمم المتحدة، اللي هو بقى القرار بينص على ايه؟ اللي هو مبدأ الأرض مقابل السلام، يعني وطبعا مبدأ الأرض مقابل السلام إذا أردت إسرائيل السلام عليها أن هي تتخلى عن الأراضي التي احتلتها، وطبعا مؤتمر مدريد قام في أسبانيا، خلي بالك المؤتمر ده كان في أسبانيا، الدول الراعية للمؤتمر دي كانت كل من الولايات المتحدة الأمريكية زائد الاتحاد السوفيتي، يبقى خلي بالك الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية مش بيتفقوا كتير، هم اتفقوا في أكتر من حالة، مثلا حالة مؤتمر مدريد أو سنة 56 اللي هو العدوان الثلاثي، طبعا الولايات المتحدة رفضت والاتحاد السوفيتي هدد ان هو يتدخل مع مصر. نتج بقى عن مؤتمر مدريد اتفاقية بتسمى بأوسلو أو أوسلو. طبعا أوسلو دي في النرويج سنة 1993. الاتفاقية دي كانت اتفاقية سرية بين مين ومين؟ بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. طبعا المفاوضات دي أسفرت عن توقيع أو نتج عنها توقيع اتفاقية في واشنطن، واشنطن طبعا عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية. كانت الاتفاقية دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن إن الفلسطينيين يحكموا حكم ذاتي في المنطقة بتاعتهم اللي هي بتاعت غزة والضفة الغربية، زائد إنشاء مجلس برلماني أو مجلس نواب منتخب من الشعب الفلسطيني، وحقوق للاجئين وحقوق للناس الفلسطينيين، يعني حاجة أشبه بذلك. طبعا الاتفاقية ديت خلي بالك أوسلو كانت سرية، إنما واشنطن الناس كلها عارفاها. يجي بقى يسألك موقف مصر من هذه الاتفاقية، طبعا مصر أيدت الاتفاقية ديت وما حدث من اتفاقيات اللي هي عرضوها إن إسرائيل تنسحب من الأراضي التي احتلتها. اخر بقى جزئيه عندك وهي مزايا السلام، هل السلام له مزايا؟ طبعا له مزايا، خلي بالك هو يدي لك اكتر من ميزه، بس خلي بالك احنا ممكن نلخصهم في خمس كلمات اللي هم ايه؟ الاستقرار، التنميه، رؤوس الاموال، السياحه، ثم المشاريع. ايه هم الخمس كلمات دولت؟ طبعا هو مديك الاستقرار الداخلي، يعني السلام يديني استقرار داخلي، طالما في سلام يبقى في استقرار داخلي. طب طالما في استقرار داخلي اقدر اعمل حاجه اسمها تنميه، سواء تنميه اقتصاديه، سواء تنميه اجتماعيه، سواء اصلاح البنيه الاساسيه اللي هي بقى الطرق والمواصلات والكباري والكلام ده كله. النتيجه تشجيع رؤوس الاموال اللي هي العربيه والاجنبيه ان انت تستثمر عندك، لان عندك استقرار وعندك بنيه تحتيه. طب الناس دي لما تيجي هيبقى عندك حركه سياحه، يعني ايه حركه سياحه؟ يعني دخل قومي هيزيد، يعني في عمله صعبه، هقدر عن طريقها اعمل مشاريع. يبقى خلي بالك اقدر الخص الكلام بتاع المزايا السلام خمس كلمات زي ما قلت لك، الاستقرار هيخليني اعمل حاجه اسمها تنميه، طب لما اعمل التنميه ايه اللي يحصل؟ هيبقى عندي فلوس ويبقى عندي مستثمرين يجي يستثمروا عندي، طب الناس ديت لما تيجي هيبقى يشوفوا البلد فيعملوا حركه سياحه، طب الحركه السياحه ينتج عن ايه؟ يعني فيها فلوس، طالما في فلوس هيقدر اعمل
مشاريع. يبقى إذن السلام يحقق هذه المزايا. وبكده أكون خلصت الدرس بتاعي، وإن شاء الله تعالى أشوفكم بقى الفيديو الجاي بالنسبة لي ثورة 25 يناير و30 يونيو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.